جمعوا كل الزهر من كل جنس ولون وركبوا منه عطر أحلى عطر بالكون. لو جمعوا كل الزهر من كل جنس ولون وركبوا منه عطر أحلى عطر بالكون رح إلهن أحلى عطر من كل شي قدامي. هبة نسيم العصر بياسمين نشامي رح إلهن أحلى عطر من كل شي قدامي. هبة نسيم العصر بياسمين نشامي. وقف يا ابن الناس واركع بمحرابة واحني لعز الراس صلي عترابة. من شهداء أيار ومرجحة الأحرار والشام هي الدار ما بتنسى أصحابها. من يوسف العظم لحد هذا اليوم شو استشهدوا أبطال لا يحموا أبوابها. شهداء أيار ومرجحة الأحرار والشام هي الدار ما بتنسى أصحابها. يوسف العظم لحد هذا اليوم تشهد أبطال لا يحموا أبوابا. وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز ومهما إجت أيام بتضل هي الشام. وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز ومهما إجت أيام بتضل هي الشام. قوي ما بتنهز عزيزي ما بتنضام. قوي ما بتنهز عزيزي ما بتنضام. خير لأصحابها وبلسم لحبابها والشام بتبقى على طول بلسم لحبابها. خير لأصحابها وبلسم لحبابها والشام بتبقى على طول بلسم لحبابها. خير لأصحابها وبلسم لحبابها والشام بتبقى على طول بلسم لحبابها. أهلين يا حبيبتي، اشتقت لك تقبريني، اشتقت لك، أنا اشتقت لك كثير. مرحبا مرت عمو. أهلين تقبريني. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وألف مبروك. الله يبارك. والله هيك يهنيكم بحياتكم ويرزقكم الذرية الصالحة. آمين يا رب، ونحن اشتقنا لك وفقدنا لك كمان. مو بس يا فقدت ليك وأنا كمان، وأهل بيروت كلهم بيسألوا عنك، على فكرة كثير كثير حبوك. إلا كان تعالوا، تعالوا احكوا لي شو صار معكم، تعالوا. احكوا لي. ان شاء الله انبسطتوا وكان كل شيء مثل ما بدكم. اسألي. اها قلت لها تسألني. ماشي. شوفي يا ماما، بحياة عيني ما كنت بتوقع انه في شيء بالدنيا مثل هالسعادة هاي. شايفة سهرة كنيزار هذا ما في مثله، لا بذكاء ولا بحنيته ولا بعطفه، كل شيء بيقولوا عنه قليل. ليش انت في منك يا حبيبتي؟ سهام يا خالي مثل الفراشة بحلاوتها ومثل العصفورة بضحكتها وحركتها، احلى وانعم عروس بالدنيا. الله يهنيكم يا رب هيك، وشوفكم دائما مبسوطين. امين يا رب. شوفي ماما جايبه هدايا هالقدها، ماني نسياني حدا من الصغير للكبير. لو مترجي الدكتور كمال يقدم له طلب للبعثيين منشان ابو سامي يعزف على كل النغمات الا الشيوعيه. حد الله ما بيني وبينهم. هو شوفها بجوز اذا صار له قوه بالجيش
بيجوز اعملها. صوت ضحككم واصل للحركه. هاي جوازتك للجماعه. اهلين ابو عزو. مرحبا يا رجال. شرف شرف لهون. تفضل تفضل. تعرف ابو عزو هلا كنا بسيرتك وما وفرناك. معروفه يا ابي معروفه اصحابي وبعرفكم. اذا واحد منا غاب بتنتفوا ريشه مثل العاده. لح يا ابو عزو لح. انت بتعرف انه احنا كنا بنحبك وهلا كنا عم نقنع ابو سامي ينتسب لكل الاحزاب وهيك بنال رضا الجميع. لانه الصبح بيحكي مثل علي بوزو والظهر على طريقه جماعه حوراني والمساء مثل صبري العسلي. ايوه وبعد التراويح بيحضر الذكر مع الشيخ مصطفى. كملها يعني يا ابو عزو. اصلا كانت ناقصنا العلاقه مع جماعتكم يا استاذ سعيد. يا جماعه انا سمعان بحياتي عن مسبع الكارات بس مسبع الاحزاب هي لسه ما مريت على راسي. بتعرفوا شو قريت لكم يا جماعه؟ تاري دول شات السينما بمصر اولاد عيال وناس محترمين. هذا اللي اشتغل دور عنتره سراج منير تاري طبيب. لا مو معقول حكيم. صدقوني يا جماعه. ويحيى شاهين مهندس نسيج. خذوا هاي كمان. اسماعيل ياسين محامي. واللي هذا ابو البريانطين كمال الشناوي تاري استاذ رسم. هلا غبت عنكم يومين ثلاثه ارجع الاقيكم يا مناظرين سهرانين بشهر رمضان. بدال ما تحكوا بذكر الله وقصص الصحابه عم تحكوا سير الاحزاب والممثلين تبعات السينما. شوفوا مين عم يحكي. شوفوا الله ينفعنا من بركاتك يا شيخ شوكات. الاناديل التاب يا جماعه. لا انا ما بصدق حتى لو شفت بعيني. وليش لا يا ابو نعيم؟ عم تصوم ولا ما عم تصوم يا ابو عزو؟ اوه عالسدون استاذ سعيد هدول جماعه عوينيه. الله وكيلك عم صوم. سبيل التوبه معروفه. واذا بدك لك 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 ابو سامي رح يشتغلوا في الجماعه. لك يا سيدي لك هان. صار لك كم يوم تاركني بين ايديهم. احمل لك شويه عن صاحبك شو عليه. اجا العريس. اهلا وسهلا. الف مبروك يا نزار. الله يبارك فيك. الف مبروك. عقبالكم. اهلا وسهلا سيدي. اهلا وسهلا. ارتاح سيدي. نحن ما راح ناخذ وقتكم كثير. ونبي حسن انا وقت كله لجيشنا وانتم من جيشنا والمفروض كل واحد منا يفتخر بالانتساب له. موضوع عدتكم للجيش مطروح بإلحاح سيدي. كأنه الهمس هلا انه وزير الدفاع بيرجع ضباط حزب الشعب. انا ضد هالتعبير يا حسن. انتم مو ضباط حزب البعث ولا هدين ضباط حزب الشعب ولا هدين ضباط الحزب القومي. لا كلنا ضباط الجيش السوري والمطلوب انصاف الجميع. سيدي يظهر في برامج تدريب عديده باشرافكم وبصراحه الواحد منا يعني ما عاد طايق حاله برات الجيش. ما بقى طول فتره غيابكم وظروف هلا بصالح عوده الضباط. المهم هلا نسد الثغرات ونرفض روح التعصب ونحرص على جيش متدرب ومستعد. يعطيك العافية يا رفيق. أهلا رفيق حلال. وصلني خبر من بابا أنك حابة تحكي معي قبل الاجتماع. ما لقيت غيرك يا رفيق فداء. حسيت أني بقدر أفتح لك قلبي. أنت طالبة جامعة وساكنة مع زميلة إلك بأوضة بالأجرة وسنة تانية حقوق. بالضبط. شو حابة تقليلي؟ يا رفيقة قدرت أهلي يبعتولي 30 ليرة بالشهر 10 أجار الأوضة يعني حصتي من أجار الأوضة و20 ليرة لازم يكفوني كل الشهر. مو معقول. مو معقول. هاي مو بس امكانيات اهلي، هاي فوق امكانيات اهلي. ما بتصدق انه اخواتي بينحرموا من شغلات كثيره حتى يامنوا لي هالثلاثين ليره. وهذا اللي كنت حابه احكي لك اياه. انت لازمك شغل. يا ريت يا رفيقه فداء. يا رفيقه سوا الاجتماع بعد 10 دقائق. هلا في حديث خاص بيني وبين الرفيقه حنان. انا جاي حتى اعتذر عن الاجتماع. اكتبي الاعتذار والاسباب وقدمي موقع منك. رفيقة حنان بالنسبة للتعليم بدك تستني للعام الدراسي القادم. بس انا محتاجة العمل حتى لو اجرته بالشهر 30 ليرة. انا لغتي كويسة وخطي كويس وبعرف خيط وقدرت على المكنة. دقيقة واحدة خليكي هون دقيقة. شو وين فداء خانم؟
رفيقة فداء هلا بترجع. أعطيها الاعتذار. شو كانت عم تحاضر فيكي؟ يطلع لها تحاضر فيني وفيكي. لما كانت الرفيقة فداء مطاردة بالسنوات الماضية، وين كنتي أنتي؟ ولا وين كنت أنا؟ إن شاء الله صدقتي هالإشاعة. مسكينة. أنتي المسكينة. أنا متأكدة من اللي سمعته، بس مالي متأكدة مني. عفوا شو اسمي؟ قريب الاعتذار، وابي اعطيه لرفيقتك المناضله. قدميه بنفسك ليك رجعت. هاي الرفيقه ما عندها سلوكيات الرفيقه المثاليه. بسرعه اكتشفتي. المهم لك عندي خبر رح يسرك. هيك صار الافطار جاهز ماما. كله تمام. هلا بس يضرب المدفع منجيب الطبق سخن. تعالي نقعد شوي على بين ما يجوا. يلا. ايسا هومي، بدي تحكي لي عن حياتكم. انت بتعرفي كل شيء ماما. نزار معيشني كاني بمنام. حب وتفاهم وانسجام وعنايه، ما في احلى من هيك. طمنتي؟ طمنت. بشو بدي وصيكي؟ لا توصي حريص ام ماجد. انا ونزار مو ممكن نختلف. اهلا ماجد. حبات يا عمو. امي عمي شوكت عنا فوق، مرات عزمته وجبته غصب عنه. حسوب حسابه. يا ميت اهلا وسهلا فيه، محسوب حسابه. لا تاكل هم ماجد. منيح. اي والله فرحت بجيته. طيب صاير وحداني. وحداني؟ والله انتي الوحدانية يا ماما. تقبري قلبي. عمو شوكت حواليه كثير ناس. يا ميت اهلين وسهلين. الله يسلمك. الله يصلحك يا بنت لطفي. يا قولي في اخره. يعني كنت رح تخفف اكل؟ شوف ابن خالتي لطفي، لا كرش دالق ولا مطفطف، سامبتيك. لوك عم بتسبك بالفرنساوي. نسيت اني بعرف فرنساوي. بس اختك ناويه تجوزك، بدها اياك تصير سامبتيك. ابو نعيم. نعم. امتى ما بدك احكي، العروس جاهزه. جوزي ابوكي بالاول عنايه خانو. استغفر الله، شو هاد؟ معمول ومبرومه اخ وبلوريه كمان. يا سلام، والله لو كنت عم بلفق لفق لاكلون. اسمع مني، خليني لف لك اياهم بمحرمه بلاها. هلا اختي ليش حاطه نقرك من نقري؟ يلا الله ييسر ويصير عندها مين تنقره. لا والله الله لا يقربنا عن نقار. ها ها، الله يسمعنا الاخبار الطيبه. شو يظهر في شيء جديد؟ جاي عريس لبنت خالتي؟ متامله. اختي وبنتك عم بيلعبوا مع شوكة الاناديلي مشاهيرد اميرة. وانا ما بتدخل بهيك موضوع بنوب، لانه هالمرة بخسر شوكة عن حقه حقيق. الله يسلم اليدين يا ام ماجي، من زمان ما تهنيت بهيك افطار. ان شاء الله صحتين وهنا يا ابو عزو. يعني عندك حماية يا سيد نزار، ست من طبخ. والله يا عمي ابو عزو انا خايف افقد لياقتي. بمعلومك الطبخ منوع وعلى كل درس لون، والواحد ما له عرفان شو بده ياكل وشو بده يترك. طبعا حبيبي انت مالك متوقع ابدا انه يكون ست بيت مثل ماما. معلش حبيبتي اطمني، بطبخ انا ولا بخليكي تعذبي حالك. مع سيد ماجد. اه سمعت وشفت كيف الدلال. يا رفيقة فداء لا تظلميني لأبو نير، أنا اتطوعت إني أطبخ أنا لأني بعرف أطبخ أكثر بكثير من سهام. ليك قد ما حكيت، أنا أدن من طين والثانية كمان من طين. الله الله، شايفي شايفي يا أم ماجي، شايفي ما أحلى لمة الحبايب. جبنا أبو عزو، وأنت كمان حواليك نص الحبايب، عندك عماد وعز الدين وميمة ومنيرة. إيه بس ما فيها روح أم ماجي يلي عودتنا تجمع الحناين تحت جناحاتها. شو عمي؟ شايفك مستوحش كتير. صدقني يا ابني يا ماجد، لا العز ولا المال ولا الجاه بيسوى شي قدام لمة العيلة الكبيرة. يعني انت بتحس بالدفى لو كنت بعز كونين. امتى طلع؟ اها يعني طيب ماشي، شكرا كتير، يمكن اجا. وين كنت لهلا؟
سألك نص ساعة طالع من الجريدة. شو سألتي يا فضلاء؟ طبعا سألت. وينك نبيل؟ اوعك هون، انا بعرفك وبعرف حركاتك وبعرف شو عملت لحتى وقعتني. اوعك تحيد عن الصراط المستقيم ملي متر واحد. هلا كل هالشي مش ربع ساعة تأخير. وين كنت ومين شفت ومع مين حكيت؟ ما شفت حدا وما حكيت مع حدا من الجريدة لهون. قلي حكيت مع خالك؟ لا ما حكيت. نبيل لا تعيطي ولا يعلى صوتك، عرفي شو اللي صار بالأول. حكيت مع رئيس التحرير. ايه وقلت له شو بدك؟ قلت له وقال لي شغلة سهلة، رفع السماعة وحكى مع صاحب الجريدة يلي بيكتب فيها ماجد الأناديلي؟ ايه نعم، وهذا رئيس التحرير اللي حكيت معه أنا، أول رئيس تحرير للجريدة اللي بيكتب فيها ماجد الأناديلي، ونصحه من تحت لتحت إنه في همس إنه متعاطف مع الشيشكلي، لأنه عم يستكتب واحد من أصحاب الشيشكلي، وإنه الحزب الوطني وحزب الشعب كتير مستائين منه. المهم هداك وعد إنه يحلق له من اليوم لماجد الأناديلي. يعني بده يقلعه لماجد عن جد؟ إيه عن جد. وحزبي شو قال لي كمان؟ قال لي منيح اللي خالك ما حكى معه، لأنه كان رح يظن إنه هذا ملعوب ليسحب من عنده ماجد الأناديلي. صح. والله بزبطيت معك يا نبي. طيب هي أنا طاوعتك، ليش كل هالشي مع أنه ماجد الأناديلي أول واحد ساعدك؟ مزبوط، بس صار بعدين ضدي، قلت لحالي لابد ما يجي وقت وعرفه مين هو، وجوزي يخلي لي إياه هو اللي طلع بإيده. قومي قومي هلأ روح على بيتنا، ولا بنضل قاعدين هون؟ لا ليك نبيلو حبيبي، نحن شهر رمضان لازم نقضيه، يعني مو كله أكثر. أنت هلأ قوم روح على جريدتك وقبل الإفطار بنص ساعة رجع لهم عشان نفطر سوا نحن وبابا. يلا قوم. تسلم لي قوم. ليك نبيل رجع قبل ما يضرب المدفع. إن شاء الله. الله معك حبيبي. خليني أشوف يا رفيقة فداء لإمتى بدك تضلي معنا. بس لو أعرف لمين عم تظبط المكتب. لا تكون فضولي يا عز الدين. قال لي خبر بفلوس بكرة بيصير ببلاش. طيب مكتب عمران عندك بالغرفة. لا تعذب حالك يا عز الدين، المكتب ها اجت صاحبة المكتب. مرحبا. يا أهلا. مرحبا. أهلا. شو جهزتوا للمكتب لحنان؟ مكتب حنان يا حبيبي بتروح سهام تجينا حنان. لا تخجلي ولا تزعلي، طبعا بابا بتعرفي رح عارفك على الباقي. استاذ عمران المسكاوي ماجستير بالقانون الدولي من موسكو. شو يوعي؟ اهلين يا انسه. حنان العثماني تشرفنا. انا اللي الي شرف. اما هذا الزعبرجي عز الدين الاناديلي ابن عم زوجي، محامي متدرب وشو يوعي كمان. ويظهر حضرتك بعسير، لانه الست فداء وابوها عم بيحاولوا يخلقوا توازن سياسي عندنا بالمكتب. فرط لها الدواوين يا عز الدين. المهم الانسه حنان طلبت حقوق سنه ثانيه كمان. شو بدك تفتح عنا مجمع قضائي؟ ليش لا؟ وراح تكون مهمتها بسيطة جدا، مسك دفاتر مواعيد القضايا وتبييض المذكرات وملاحقتكم على الدعسة حتى تتنظم أعمالكم. عظيم، بس تعودت الأنسة تقرأ خطي، أنا برتاح من هالموضوع. بدك ترجمان محلف ليعرف يقرأ خطك. شوفوا يا جماعة، حنان بحاجة لهذا العمل. حنان ما بدها خجال. الأستاذ عمران المسكاوي اللي شايفتيه قدامي كان عامل بمطبعة، بس بقى الرفيق عز الدين رأس مالي بالولادة. أصلاً ماركسيتو رد على تربايته ببيت برجوازي. هيك يا منير؟ بتنزعي الصحبة؟ على كل أنا بسلم الموضوع لبنت عمي سهام. وسهام اللي هلأ سمعتي اسمها بتكون أخت زوجي. صحيح، قلتي له أنه جوزك كمان معنا هون بالمكتب؟ قلت له وأخته كمان، وزوجها رفيق من رفاقنا، بس بقى هي قومية سورية. بعثي قومية سورية؟ بس صدقيني احلى عروسين الله يهنيهم. ايه حبيبتي انا عملت اللي علي، تفضلي استمي الشغل. تفضلي. لا زياره ولا تليفون لك ولا حتى اشاره. ليش بقى؟ كله لانه صرتي وتصورتي عنايه خانو. لو شو ما صرت وشو ما حصلت بتضل عائدة أبو الورد صديقتي، إن كان في زيارات أو ما في. وبس شوفها بحس إني رجعت للحارة القديمة، يعني حضرتك بترجعيني لأيام الولدنة للبسط والملعنة. حبيبتي إذا فقت لهديك الأيام ليش ما بتكتري هيك قعدات وبترجعي لملعنتك؟ يا ريت يا عائدة بتنقضى بهيك قعدات، كان الواحد معجز. ليلي أنتي شو أخبارك؟ شلون جوزك وابنك؟
وشلون اخوك بشير وعروسته؟ اسمعي يا ستي، بشير وعروسته ما شاء الله عنهم، طنجره ولقيت غطاها لا بقين لبعضهم. وجوزي بعد ما سرحوه من النيابه طلع لا خرجوا السياسه ولا طلع لفوق، وانا مشتاقه لك كثير 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 وحابه اسمع اخبارك. دريت انه الكوشي رجع. مسكاوي مو كوشي يا بنت ابو الورد. قلت لك بزماني يا عائده انه اخوك نزير هو اللي دبر له الضرب اللي كان حيروح فيه. لا يا عنايات لا، انت صايره كل شيء بتتهمي نزير فيه، ونزير مقتصر عن الناس كلها. متذكره يا عائده وقت اللي اجيتي لعندي وقلتي لي اخي نزير طالبك وهو مو تنبل؟ بتذكر هيك شيء؟ شو يعني؟ هالكلمة اللي نقلتيها كانت رسالة من أخوكي نزير إنه هو اللي تسبب بضرب عمران. صدقيني ما عم أظلم أخوكي. يا عناية شو بدي أعمل بأخي؟ ما بقدر أقول غير الله يصلحه، غير هيك ما بيطلع بإيدي. انسي. طمنيني، شلونك هلأ أنت وجوزك؟ إن شاء الله نصلح حاله بعد ما صرفوه من النيابة. كان على سهرات وعزايم وروحات وجيات، هلأ صار من البيت للدكان لبيت الزيات وبيرجع على البيت. يعني رجع الضبضب. مثل الذين آمنوا. بس أنا ما شايفتك رجعتي العريس، هاي هو رجع وأنت ما شاء الله عني. ليش الشغلة هيك يا عائدة؟ يا ريت لو كانت سهلة مثل كلامك، لو كان الواحد بيقدر يخلي قلبه يدق وقت اللي بده. يعني الغرام فرغ؟ إيش وعليه جددي؟ شو طقم صفرة حتى جدده؟ قلتك طقم الصفرة تقدري تنقليه تدهبيه، إيه بس العريس إذا صدق لا بيتنقل ولا بيتدهب. بيتشحر وبيتأمأم. أنا وسهلا، ليش تأخرتي؟ جبت معي كم غرض. شو لزوم الغرض؟ كل شيء متوفر هون. معي؟ أنت بس اطلبي. هلا الشيء وعندي إياه، ليش لحتى أتركه؟ بعدين أنا شوية أغراض، يعني شوية أواعي وشوية باربانات وألبوم صور. ألبوم صور كمان. ممكن تشوفه؟ ما بعرف. طيب خلص بلا. لا معلش، ما في شيء بتخبى عنك. بس قلي بالاول، قلت لي في شيء بدك تخبرني اياه. طلع تعيني رئيس اركان لواء مدرع. شو يعني؟ هي لفوق ولا لتحت؟ لا لفوق طبعا، لفوق كتير. الزعيم ابو عساف قائد سلاح المدرعات بعزني كتير ومن زمان. منيح منيح لي الله بعث لك واحد بعزك. رح ضبط لك جوا. يلا. ايه لا، هاي لابسه شريطة انتي ولا صوفي؟ لا انا ولا هي، هاي بنت الجيران. بنت الجيران. يا سلام، اتاريكي حلوة لما كنتي مراهقة. حتى تعرف. وهي الصورة ليش مصوصة؟ ايوة كان معك نزير؟ شلون؟ جنة. شفت شلون قال لازم تجيبه معي؟ أنا ما عم بحكي عن الروب. مين هاي اللي بالصورة هون؟ هاي اللي كانت سلفتي أميرة. أميرة؟ معقول يكون واحد مثل أخوه لنزير أبو الورد متجوز هيك وحدة؟ كان طلقته. تعرف هاي مين كان جوزها؟ مين؟ شوكة الأرديلي. عن جد؟ شوكة الأرديلي؟ عم أقول لما شفتها الوش مو غريب، بعرف. عم أقول حلوة مو هيك؟ حلوة بس؟ حلوة كتير. حتى هي بالطبيعة أحلى من الصورة. لكن حط عقلك براسك لأخطب لك إياها. والله شو؟ أنا ما بعرف إن عندك مواهب تكوني خطابة. شو عندك كمان شيء ما بعرفه؟ يعني ما راح تمرق على المكتب؟ مو حلو سهام، أول يوم بتداومي ما يلاقوني يرجع إلى عندك، بيضحكوا علينا. يسترجوا. اسمع، أنا ما لي حابة فرقك وما راح أروح على المكتب. خلينا هون طول النهار مع بعض. أبلغ من جدة شهر العسل، وإذا بدك امشي لأخذك على حلب. بعملها، بس بتعرف نزار ما لازم انقطع عن المكتب، باقي لي سنه واحده للاستاذيه وعز الدين رح يتقدم عن قريب، انا لازم روح.
معناتها أنا رح أصلي كم حوصة وبمرق شوي على مكتب الحزب. وأنا عندي مرقة على مكتب حزبنا بلا ما يقولوا التانين إنه الأستاذ نزار نساها كل شيء. شايف لك كتير عم بفكر باللي بيقولوا الآخرين. أستاذ ليش في حدا قدي أو قدك بيفكر بالآخرين؟ نحنا ناس مالنا منغلقين وعنا مهمات كبيرة، مشان هيك قوم خلينا نمشي بلا ما أتكسلن اليوم وخليك طول النهار جنبيها. أنا ما بعرف شو سبب هالموقف يا ماجد، ورئيس التحرير حاول جهده يعرف بس صاحب الجريدة ما عطى جواب، قال له بس مالي مصلحة إنه ماجد الأناديلي يكتب عندي. وأنا بهالحالة كمان مالي مصلحة أكتب عنده يا أستاذ شريف. هاي الجرايد كلها رجعت، واللي كانوا متحدين افتروا، واللي غيروا أسماءهم رجعوا لأسماءهم القديمة. أنا بس بدي أعرف شو السبب، وأكيد في سبب. حتما، وما في حاجة إلك إني أستاذ شريف لا تكمل، أنا بعرفك منيح وبعرف شو موقفك، ذاتا لكونك رئيس تحرير أنا وافقت أشتغل بالعمل الصحفي. بالنسبة لمقالاتي أنا ممكن أنشرها بأي جريدة، بس أنا جد عم أقول لك أنا ما بدي أخسر هالقعدة. وإلك علي إني هيك بأسلوب ما أعرف شو ورا هالقرار من صاحب الجريدة. يدخيلك، يعني الواحد كمان ما بيقدر يضل هيك على عماها، ربما يكون معزور إجا ضغط معين، ربما يكون في سبب والواحد ضروري يعرف شو هي الأسباب. مو معقول يا روعة، مو معقول. ليش مش معقول؟ انتو زرتونا مش واجب نجي نرد زيارة؟ كيف نزار وطانت ام ماجد وكل اهلك؟ مشتاقين كتير. نقولة وين؟ ليكو صار وراكي مسيو نقولة. تحيا سوريا. تحيا سوريا يا رفيق، الحمد لله على السلامة واهلا وسهلا فيكم بالشام. طمني ان شاء الله الجاية طويلة؟ طمني طويلة، في انتخابات عندكم بالشام ونحن هون لحتى نشارك بالعملية التنظيمية والحملة الانتخابية. ممتاز، معناتها بقيانين هون لتخلص الانتخابات. ولحتى نطمن على رفقنا بمجلس النيابي بالشام. حزب الباث العربي الاشتراكي يا رفاق ركز دائما على اجراء انتخابات حره نزيهه وسريه، لكن الحزبين الحاكمين الحزب الوطني وحزب الشعب ما رضوا الا ببذل روح التفرقه ورفضوا الحكومه القوميه. وباخر اجتماع بالقصر الجمهوري قلنا لرئيس الوزراء يا اما حكومه قوميه يا بتستقيل الحكومة وتشكل وزارة غير حزبية ترضى عنها كافة الأحزاب. عفوا يا رفيق. تفضل يا رفيق كمال. المفروض يا رفيق قيام حملة بكل سوريا لتوضيح مواقفنا ومواقف الآخرين. ليش لكن احنا مجتمعين يا رفيق كمال؟ علينا نحدد خطة عمل نتوجه فيها للرئيس الأول حتى ما تتكرر مهزلة الانتخابات السابقة يظل حكومة متحيزة. هاي مطالعتك بالمذكرتين استاذ ماجد. شكرا، يسلموا ايديك. شو هاد؟ مالي شايفة لا ورود ولا لافتات ترحيب، مالي شايفة غير هالصبية. اكيد الانسة حنان. اهلين وسهلين استاذة سهام. اهلا وسهلا فيكي. شوفي لقلك، بدي انصحك نصيحة، كل الاتهامات اللي اتهموني فيها بغيابي هي اتهامات مغرضة، وخاصة اذا كان مصدرها عز الدين الاناديلي يلي هو ابن عمي. بالعكس يا أستاذة سهام، ما حدا حكى عنك غير كل منيح. أنسي حنان، أنت لأمتى هي بدك تضلي خجولة مرتبكي؟ نحن هون بالمكتب من الأستاذ نادر للأستاذة سهام عيلة واحدة. طبعا، شو بدك تحكي لكان؟ ما الأستاذ نادر عمك وعزو ابن عمك وأنا أختك، وكلكم بما فيكم الأنسي حنان من دعاة الاشتراكية والشيوعية، ما صفيت إلا أنا لحالي بيناتكم. بس ماشي الحال، إلي الله ومؤازرة الأمة السورية. الأمة العربية إذا سمحتي، ما في شيء اسمه الأمة السورية. ها؟ لما قرصتي مبادئك صار لك صوت يحكي؟ يا حبيبي على القصة، تقولوا مكتب الأستاذ نادر مقصود جامع كل الأحزاب العقائدية؟ في من المحامين ناس إخوان، شو رأيكم نجيب واحد ونعمل إعلان بالصحف مكتب الأستاذ نادر للأحزاب السياسية والدعاوي القضائية؟ اليوم تأكدت أنه انصرفوا، يعني ما بقي يسترجي يكتب بالجريدة لو شو ما عمل؟ أو شو يعني؟ عاجز أنه يكتب جريدة تانية؟ أو أنا كمان بلاحقه وبقلعه من الجريدة، يعني أنا اللي عاجزة؟ هلأ يا عمي، ليش ما بتنسي هالقصة وبتعيشي مبسوطة ومتهنية مع جوزك اللي ما بيقلك لا؟ أنا بعمري ما كنت ظن إنك تقدري تعيشي مع رجال مثل نبيل وتمشي على هواكي. إذا قلتلك يا عمي إنه شو ما بدي بيعملي، شو ما بدي ها، بتصدقيني؟ طيب شلون؟ وكيف قدرتي؟ نبيل بيموت علي وأنا مو على طول بعطي ريق حلو، ضلني بتدلل وبحرق، ده هو بيجي لعندي مثل التوتو وشو ما بدي بيعملي. طيب يا عمي، صاير لك رجال على كيفك،
ليش ما بتتركي الناس لحالهم؟ بتخليكي لحالي؟ لا يا عمتي، أنا صحيح صرفته لماجد الأناديلي من قلبي ومن ذاكرتي، بس تيجي مرته في ضاء مقصود بدها تتأمر علي وتعمل حالة شغلة مهمة، فشرت فشرت هي وجوزها وكل عائلتها. لك نزيل، ليش هيك عملت مع المقدم فارس سليم؟ الزلمة عازمنا وحبيبنا وصاحبنا وقلنا زمان ما شفناه، ليش لتقله حاجزين؟ ما حبيت انه يعني ما حبيت انك تنحسب عليه. يمكن اللي قوصوه معتبرينه من جماعة شي شكلي. نزير، انت عم تحكي مع بهجة رماح، بدي افهم شو في ورا هاللعونة تبعك. اذا في شي بينك وبين المقدم فارس سليم لحتى دبره. فارس سليم هلأ رئيس أركان لواء مدرعة. رئيس شو؟ العمى، وأنا مفتكره نزل بعد ما راح شي شكلي تاري لسه قوي. انت كاشش منه لأنه ببالك يا انتهى بعد ما راح معلمه مع دلوقيمة. ايه طبعا، يوم اللي كان معلمنا، يوم اللي كان عندي شي شكلي، كان إلنا معه مصلحة. بس هلأ ما ضل إلنا معه شي. لك انت ما بدك تفهمني لكن شو مصلحتك معي وانا هلا ما بحله لبربوك؟ لا يا ابو غسان لا. هلا انت عم تقارن حالك بفارس سليم؟ انت صديقي، انت معلمي الاولاني. لا لا، هي مالك فيها حق بنوب. وينك وين فارس سليم؟ اهلا صوفي، شوفي ما احلى، شوفي شايفه. تفضلي. يسلم. الله يسلمك. زمان يا رئيس بهجت، شلون اجينا على بالك؟ اولا يا مدام ليلي، انت تجوزتي وبعدنا عنك وعن جوزك وحسينا انه ما عاد لنا ضروره. يا ريت ما تجيب لي سيرته للمخفي. حاضر. ثانيا عرفنا انه العقيد ابو سامح باسط حمايته عليكي. شو يعني؟ لو اجيت لهون ولا اجيت على الصاله، شو قالوا علي ولا عليك ابو سامح او غير ابو سامح؟ المهم الرئيس حمداني بلغني انه في شخصية مهمة كتير طلبت انه نمنع المخفي يقربنا هيك، وانت ما شاء الله على طول في ميني حاميلك وما عندك فرصة للدرويش اللي مثلنا. هلا انت درويش؟ قول هالحكي قدام غيري. انا اللي بعرفك شو انت يا بهجة رماح. قلي شو اللي جابنا على بالك؟ اليوم بالنادي اتواجه قدامي المقدم فارس سليم مع نزير ابو الورد. صار شي؟ طمني، ما حدا قوص على التاني. يا ترى سهام ولا فداء؟ رشاد؟ ايه خالي رشاد، بالك خلص سافرت وما بقى ارجع؟ امتى رجعت لهون؟ اليوم، هلا قبل ساعة. تفضل. خير، حس انه في شي مو طبيعي. تفضل تفضل. يعني مالك دريان؟ بإيش؟ سهام تجوزت. سهام تجوزت؟ ألف مبروك. يعني ليش حتى ما تجوز؟ مين العريس؟ بعرفه؟ ما بظن. رئيس بالجيش اسمه نزار. الحمد لله طمنت عليها. بلغيها سلامي وأكيد أنا رح شوفها. كرمالي، كرمالي خليك بعيد أحسن. ليش يا خالي؟ الرفيق نزار رح يعرف أني نزار مو من رفقاتكم، من ناس تانية. من ناس تانيين؟ بس ما يكون شي وعي. بعسي. سهام تتجوز واحد بعسي؟ ما تربت من تجربة الخطبة البعسي الأولاني؟ رشاد، سهام ونزار عرسان ومبسوطين مع بعض كتير، وإذا بتظهر بحياتهم هلا إلا ما يصير وجع رأس. لا اطمن يا خالي ماجد، ما راح أظهر. بالكتير إذا التقينا راح يكون بمكتب الحزب. لا تجيبي لي سيرتي هلا. أي الله يرضى عليك، بس بعلمي إنك بدك تغيب 3 سنين. جيتي هلا فترة قصيرة بس منشان الانتخابات اللي بدها تصير وبعدين راجع. خاطرك خالي، عود لساوي لك فنجان. لا معلش، لازم امشي. ما بقدر اقول لك اني ما تفاجأت وما تضايقت،
صدقيني من كل قلبي بتمنى لها نسيها السعادة اللي بتستاهلها. الله يخليك لأهلك. الله معك. مجيد، يعني هذا هو سبب ضيقك بهاليومين؟ مضايقني يا فداء، ولأني ما عم بكتب بالجريدة. مضايقني إنه صاحب الجريدة راح يطالب إني أنقطع عن الكتابة، وأكيد في وراء هذا الشيء السبب، ولازم أعرف. ضروري، بس أنت ليش ما خبرتني من الأول؟ بكفي أنا متضايق، يعني ضروري ضايقك معي. طبعاً، برأيك لحنا الاثنين إذا تحاكينا بأي موضوع، مو أحسن ما تفكر فيه لحالك؟ هلا قلي برأيك مين ممكن يكون ورا هالشي؟ عجزت لك فداء، عجزت. يعني ما حدا له مصلحة اني انا ما اكتب. لا الاحزاب ولا الاركان ولا الشعب السياسي ولا حتى الشعب الثاني. ما بعرف ليش انا قلبي ناقزني من شغلي، يمكن يكون احساسي غلط، بس انا قلبي ناقزني من ناحية جوزة لسوها طباع، يمكن يكون هو ورا كل هالقصة. لا لا نبيل مراد، لا خطر لي هذا الشيء، بس أنا ما أزيته، يعني ولا قربت ناحو لا له ولا لمرته. إيه بس الناس اللي من نوع نبيل مراد ومرته ما حدا بيعرف لا شلون بيفكروا ولا شو بده. أنا من جهتي إمتى ما قلتوا لي بدنا نروح على البيت القديمة بالكل لا، وهيك نفطر سوا وبنتغدى سوا وبنتعشى سوا، وقت بدنا ننام مندبر حالنا. يا ستي في إلكن أنت ونزار أوضة جاهزة إمتى ما بدكن. شو ماما شو بدك تقولي؟ يعني بركدا ماما لا تتونوني هلا. اهلا وسهلا. اهلا مرحبا. اهلا اهلا تفضلوا. شو استاذ منير ايه بدنا نصير صحبي بكره؟ صباح الخير. صباح النور. صباح الخير مين؟ صباح انا ما احلى ماما ماجد اختك وسهرك حابين يقضوا العيد بالبيت الكبير. ايه شو عليه؟ انا موافق اذا هذا الشيء بيناسب فداء. بس انا اول يوم لازم اكون مع ماما وبابا. معك حق تقبريني، لازم تفرحيهم فيكي، وانت ما بدك تلحقينا، يا اما ببعت ماجد يجيبك. ما في مشكلة امي، بس وينك بدك تحسبي حسابك؟ ها طبخات العيد كلها عليكي. يي تذكرت روعة ونقولها هون بالعيد بدهم يقضوا شهر كامل بالشام، ولازم يعايدونا. ايه بيروحوا على هذاك البيت؟ ولا في مشكلة؟ لا ما في مشكلة، نكتب له الورقة شلون يوصلوا يعني. ولا اقول لك ماجد، اليوم بعد الظهر بروح انا وياك لبيت خالة نقولها بالقصة، مندلهم على العنوان وهن اللي حالهم بيبقوا بيجوا. امي اكتبي لي شو الطلبات اللي لازم تكح تجيبها. تقبرني بدي اياك تنزل على الحارة تجيب لي لحمة تكفي للعيد كله وحسوب حساب المشاوي ها، وبدي تجيب لي 10 كيلو حلو وفواكه كمان. يعني ما استفدنا شيء، ولائم مستمرة، راحت الرشاقة واللياقة. هلا حتى بالعيد بدك تدور لي على الرشاقه واللياقه. معلوم ام ماجد انا اخذته رشيق وانيق ورفيق. صلب يعني. ورفيق لا تزعلي حبيبتي، اوعك دخيلك يتغير فيك شيها. صعبه ما هيك رفيق؟ صعبه على واحد متعود يأمر على عسكر وضباط، تجي وحده فصعوني مثل سيام تأمر عليه. ماجد الا لمرتك تروقنا، قاعده عم تعلم الرجال علي مو عيب؟ الا انه انا اللي لازم اشتغل فيها مو هي، لانه انا بنت الاحمى وهي الكنه مو انا. مرحبا يا مصطفى. وين تركتونا ورحتوا يا سيدي؟ ايه وين يعني يا مصطفى؟ انا بمحلي. الا ما طليتوا ولا ما استفدنا من توجيهاتكم. انا بعرف شو عملت بالشعبيخ، وانت بيوم من الايام ما كنت بحاجتي. على العموم انا جاي مشان موضوع تاني. انت بتأمر سيدي. شو صار بموضوع المقدم فارس سليم؟ التحقيق مستمر يا رئيس بهجت. يعني ناطرين نزير ابو الورد يغلط شي غلطه؟ ممكن. ليش مين جاب سيره نزير سيدي؟ خلاص يا رئيس مصطفى ما عاد تقدر تسحبها. يعني هلا الشك انه نزير ابو الورد اطلق النار على مقدم فارس سليم لانه عرف بعلاقته مع ليلي خانه. تعرف يا مصطفى انه انا يلي عرفته على ليلي.
وكانت مخبرة عندي. بعرف بعرف شغلات كثيرة يا سيدي، بس بدي اياك تساعدنا. نزير ابو الورد خطر على الناس، بقول له اكثر من تورط سابق. شلون بدنا نقدر نمسكه بالاعتداء على المقدم فارس؟ بانه يعترف، ولازم تحطوه بوضع يكون فيه الاعتراف باطلاق النار على فارس سليم اسهل من اي شيء ثاني. والشيء الثاني ما بعرفه، بس لو بعرفه اكيد ما راح اقول عليه. مفهوم سيدي. بقدر اطلب منك؟ لا توصي حريص يا مصطفى. على العموم انا ماشي، بس كيف المقدم السمار رئيس الشعبي معك؟ ما في منه. سلم لي عليه. الله يسلمك. مر لعنا على الشعبي الاولى. واجبنا سيدي. سلامات. مع السلامه سيدي. شي مكار قدر يزلقني. معلوم متربي بالشعب الثاني. فهم شي؟ عرف شي؟ لا ما بظن. انا من الاصل ما بين علي شي. معناها بهجة رماح زارني بالبيت لحتى يعرف اذا نزير له علاقة، وعرف. شلون؟ قال لي انه تلاقى نزير وفارس. انت انا خفت. عمداك اكتشف وراح عند الرئيس حمداني لحتى يزلقه، وقدر يزلقه عشان هيك خبرني هو. يا خوفي انه يدرى نزير. هداك ابصر شو ممكن يعمل اذا حس حاله محصور. اسمع فارس، بكره عيد وانا بدي روح على شتوره، منه بقضي كم يوم مع جلال، منه بنقعد سوا. يعني انا حابه انك انت تكون معي من شان نقاهتك، من شان اطمن عليك. بس لا، كمان حابة افرح فيك كم يوم. الله يخليك، امشي معي. طيب مو الليلة يعني، بكرة بعد الظهر منكم بالشتورة، بس بكرة قبل الظهر الصبح لازم بروح على داري عشان نشوف الوالدة والولاد. تسلم لي يا رب، وشوف شو بيلزموا منجيب لهم معنا من هنيك، هيك منكون بعيدين عن الشام وعن نزير وعن غيره. يا اهلين بالرئيس مصطفى. وين بقالك زمان؟ سيدي انت بتعرف معزتك عندي، بس ما بقدر رود ضلني رايح جاي على مكتبكم. طيب زورني هون البيت بيتك، وانت بتعرف انك موضوع ترحيب باي وقت. بعدين اخ رياض سألني عنك، قال شو وين الرئيس مصطفى رم حمداني ما بقى شفناه؟ صدقني سيدي بتمنى لو اني انتقل على الشعب الثالثة، بس مش هنكون معيتك. خير ان شاء الله. المقدم سلمان بدايك بشي؟ لا ابدا سيدي. اسمع يا مصطفى، احنا ما كان قصد انه نجيب لك رئيس، بس ما كان شيء طبيعي فعلا انه يكونوا رؤساء الشعب بالجيش يعني ضباط صغار، فاتخذ قرار بانه يكون من المقدم وفوق. سيدي وانا ما عم بعترض ابدا، بس انا جاي بدي احكي معك سيدي. سمعت انك التقيت برئيس الوزاره. عن اذنك لحظه. تفضل سيدي. عفوا. أنا فعلا شفت رئيس الوزراء ببيت عفيف الصلح، وحكالي عن استفزازات حزب الشعب له، فنصحته أقدم استقالته. عفوا. شرف. شكرا سيدي. أهلا وسهلا. سيدي في جهات عديدة عم تحاول تخلق رأي بأنه العقيد عدنان المالكي واقف ضد مجموعة عم يشتغل لصالح مجموعة تانية، يعني مبعد هدول ومقرب هدول. بعرف يا مصطفى، بعرف، ومتمني لو واجهوني. يعني اللي بقول انه انا مع حزب البعث يتفضل واجهوني، واللي بقول انه انا ضد القوميين او جماعة الشي شكلي كمان يتفضل واجهوني. يا اخي كاني حاسس سيدي الحملة مركزة ومقصودة، وفي لها غرض وفي لها توجيه عم حاول اكشفها. عظيم يا مصطفى، على الاقل بنعرف اسباب نشر هيك افكار مغلوطة مضللة. طيب ومحمد نجيب ضابط له سمعة كويسة بالنهاية.
يعني الجماعة هنيك على رتبة فيهن عقيد قاموا جابوا ستارة. أيوة مثل شغلة فوزي سلو وأديب شكلي تقريبا. وشوي شوي بلشت تتوضح الملامح وبلش يبين مين صاحب السلطة الحقيقي. إن كان هاد ولا هاد الجهتين مانن عم يشتغلوا بنور الله. يعني هذا الحكم لا أخي عماد رضيان عنه ولا ابن عمي عز الدين من أقصى اليمين لأقصى اليسار ولا حتى البعثيين ولا شو أخي نزار. هو البعث علق على موقف واحد للعقيد جمال عبد الناصر طالبوا فيه إنه يكون مع القومية العربية ومع الدول العربية المتحررة والدول الإسلامية. ها هذا بقى رأي تاني. والقوميين السوريين بيفرقوا حتى بين الدول العربية وبيقولوا هذا سوري وهذا لا، والإسلاميين كله إسلام والبعثيين بدهم كل العرب. أخي عزو أنتوا بدكن يانا نتحد مع أوكرانيا ولا بلا ما نتحد؟ تفضلوا يا شباب. يسلموا مرتان. يسلم هديات يا ماما. إن شاء الله يسلموا ليدين يا حماتي. تفضلوا القهوة يا صبايا. يسلموا ليدين مرت عمو. شلون العجينة منيحة؟ الحمد لله تمام. خذوا ماما. يعيشوا يا ماما. يسلموا. ليه لكت؟ وطلقت جوزها؟ ايه جوزها كان مخرج اسمه عز الدين ذو الفقراء. قرياني عنه بالجرايد بس يعني مو عيب. تحب الممثل وبتتجوزه وجوزها شايف كل شيء. ايه فظيعه اميمه. فاتن حمامه ما في مثله بالعالم وعمر الشريف ما في مثله بكل فرنسا. بس والله حرام شفت شو بتعمل السينما. بحثوا بعض بالفيلم قاموا تجوزوا مو عيب. اميمه لا تعملي لي مثل جوزك عماد وتلحقي لي افكاره المتخلفه. شايف يا ابو عزم شايف هالجمعه ما احلاها. لكملي شايف يا امتسال شو العيد لك. العيد هو لمه المحبين. القلب بيفرح بهاللمه. بايدك تجعليها دايمه. شلون بقى؟ يعني اذا جيتي انت لهون الكل رح يلحقك. نرجع منعيش مع بعضنا سوا ببيت واحد والعيلة كلها بتلتم حواليك يا امتسال. اي والله يا ابو سامي ما في من نفس ام سامي بالاكل ولا من ترتيبها ولا من حلاوتها ولا من ظرافتها. ايه الحفيظ يحفظك يا مرت اخي. ما قلنا شيء بس هيك بتصير تطلع فيه زيادة. لا يا صهريب هي ما معك حق بنوب. اختي موصاية من يوم يومها جوزك هو الكل بالكل وطاعته من طاعة الله. وأنا ما بشوف في حرمة بتطيع وبتحافظ على جوزها مثل أختي عايدة. ليش إيمان قليلة؟ ما شاء الله عن إيمان. ما بقي غيرك يا نزير. خليني نقي لك عروس. تركي لا تحطي إيدك بجوازة منوب وإلا بعدين يلي بدها تنبلى فيه بتصير تدعي عليكي. لا 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 يا صهري هلا هيك هيك شفتك فيني. بس تعرفي يا عايدة صهري معه حق. مو كل الجوازة بتتيسر. شفتي شو صار لبشير بقصته مع بنت البياع. ايمونا من سيرة أميرة هلا. ايه بعمري كله ما شفت عقل مركب غلط مثل عقل أميرة. مزبوط لازم الواحد أو الوحدة يكون له طبع خصوصي وإلا بعدين بصيروا كل الناس مثل بعضهم وما في فرق بين فلان وعلتان. شلون يعني؟ هي ما فهمتها بنت خالتي. اسمعي يا عنايات أبوكي بده يفهم شلون يعني. يعني الاستاذ بده تقضي لنا العيد على شرح وتفصيل. انتوا جايين زياره انا اللي بالوش. حرام عليك يا ابن خالتي. بس والله بابا سؤاله صح. اشرحي لنا يا عيني. ولو انك عم تتمسخري لانك رح تتخرجي من الفلسفه بس رح اشرح لك. يعني اذا انا ايه اذا كانت كل الناس بتساير ولو على باطل يعني اذا واحد عم يتبهوى ويعلى ويوطى والناس طبعا يسكتوا الشغلة بتطق. لازم يكون في واحد طبعه بيختلف حوصلته ضيقه ويبق البحصة. مظبوط عم تحكي مظبوط. واذا كل الصبايا سمعوا كلمة يا الله ما احلاكي بدون ما يردوا بمسبة او بابتسامة ما ضل في حب وعشرة. ما هيك عناية؟ سمعان سمعان يا ابن خالتي. بدأ اذا البنات سمعوا كلمة طلطيش من الشباب العوانطجية يضحكوا مشان يصير في حب وعشرة. اي بس والله اختك معها. انا يوم اللي كنت بالحاره اول طلعتي اللي يحكي بحقي كلمه حلوه انبسط منه واللي ما يعجبني كلامه او شكله
طنشو؟ ايه، وياما اكله شت شعر من المرحومه امها. من هيك يا بنت لطفي اجا ابن البيك وخطفك. لكن شلون الحلوه بتاخذ ابن البيك غير بتدبيله العيون؟ قليلو حتى بتدبيله العيون ما عم نتوفق. ابو عنايات ضب لسان بنتك، بعدين اخي ما اجى لي خطبه ما